انا احب اعرفكم نفسي احمد الخلايلي حكم دولي. ان تعرض لبعض الاصابات في البطولات، ومن ضمن البطولات بصير في عندنا خلع كتف لاحد اللاعبين. فشو الاجراء السليم، شو الاجراء السليم اللي نتخذه احنا مع اللاعبين وسرعه اللي هي يعني احنا في جراحة العظام والمفاصل الحالات الطارئة في عملنا محدودة جدا، مش زي الجراحة العامة. من اهمها خلع المفصل، فاذا مفصل طالع من مكانه هذه حالة طارئة لازم رجعه باسرع وقت. الان التقنية كيف ترجع المفصل الكتف هاي مشكلة، لانه كثير من الاصابات بتصير مش من الخلع، من اللي رجع الخلع، يعني اجى رجع الخلع بطريقة مش صحيحة. الآن المبدأ كيف ترجع الخلع، خلي المرض يرخي عضلاته أو اللاعب. بمعنى آخر إذا أنت شديت هو راح يشد، وهاي الشد والشد العكسي هو اللي راح يأذي المفصل، وش راح يخلي موضوع أنك ترجع الخلع صعب، والشغل الأخرى مؤلم، والشغل الأهم أنه ممكن تخلي إصابة ثانوية سواء في العصب أو تحدث كسر وإنت بترجع. فالآن أهم شيء حقيقة أنا حكيت عن هالموضوع في لقاء تلفزيوني موجود على موقع الإلكتروني، حكيت عن أحسن طريقة إنك ترجع مفصل الكتف بهدوء، تشد الإيد وضلك شادها وما تعمل أي حركة ولا أي حركة. هل هو أولها راح يشد عكسك، بعدين راح يرخي نفسه، وبعدين راح يرجع المفصل لوحده. بعرفش إذا بقدر أشبه الطريقة. شوف كيف تعتبر إنه أنت اللاعب، تخيل إنه نايم على الأرض، أوكي؟ تسنده، ممكن تسنده عفوا من رجلك هون وتمسك الايد، او حدا يمسك لك اياه من هون وتمسك الايد وتعمل بس هيك للامام. وانا على فكره مصور حالي عملتها بالطوارئ، بس تمسك للامام هيك وتشد. هلا هو اولها راح يشد، بعدين خليك شادد راح يرخي. مجرد انه رخى انت ما تشد ولا شيء، ضلك عامل خلال 5 دقائق عاده برجع، ولو طول 10 دقائق برجع. هلا انت بتقدر ترجعوا هاي الطريقه بنسميها كخر، بس هاي بخطر، ولهذا اسلم طريقه انا بستنى 5 دقائق، بستنى 10 دقائق، لكن اني ارجع الكتف بطريقه امنه مش تعطل علينا بعدين في العلاج. واضح الفكره؟ الان ممكن احنا ان شاء الله في الندوه القادمه راح نحكي عن اصابات الكتف، وراح نعرض كيف الطريقه اللي بنعمل فيها رد الخلع. الان في اشخاص صعب تتعامل معهم، يعني بتيجي بتشد بصير يصرخ اترك ابعدني الى اخره، ففي طريقه كويسه تخليه هو يرجع كتفه لوحده. احنا حكينا الشرط انه يرجع الكتف يرخي العضله، الالم بخليه يشد العضله، واذا انت تداخلت بخليه يشد العضله اكثر، وهذا بيمنع انه الكتف يرجع. ففي طريقه جيده انه تخليه بصعوبه، طبعا هو ايده هيك بتكون، تخليه يحط رجله بطريقه معينه هيك شوي شوي، يشبك اصابعه مع بعض وقول له ارخي رجلك. فهاي الطريقة رح يضلوا هيك عامل، تقدر إذا بتقدر ترش له إشي يعني الميتاسين إشي موضعي، خليه عامل هيك دقائق بيرجع لوحده. فهاي أأمن الطرق، في طرق سريعة حقيقة وكثير بيمارسوها، بس هي يعني مش دائما بتسوي مشكلة، لكن في خطر مشكلة، وهذا الخطر عالي، مشان هيك أنا بتجنبها، اللي هو هاي الطريقة بتعمل للداخل، بتعمل هيك وترجع. وهذا الحكي يعني إحنا قليل ما نستخدمه الآن، قليل.